أهلا بيكم في قناتي IELTS Academy 9. أنا يسر، والنهاردة بنبدأ التدريب على المهمة الأولى في الIELTS الأكاديمي أو Academic IELTS Writing Task 1. في الفيديو هشرح كل شيء متعلق بتاسك 1، فهيكون فيديو شامل فيه كل التفاصيل اللي لازم نعرفها عشان نحقق سكور عالي في التاسك دي. فاللي هنتعلمه النهاردة We will identify task 1، يعني هنتعرف على task 1 هي ايه تحديداً. We will learn the different types of visual information to describe in task 1. وطبعا في task 1 في الIELTS الأكاديمي بيبقى صور أو رسوم بيانية، هنتعلم الرسوم البيانية المختلفة علشان نعرف هتتحل ازاي بعد كده. We will learn how to structure our answer. هنتعلم ازاي نبني الإجابة وننظمها، لأن زي ما قلتلكوا في أول فيديو في كورس الرايتنج إن امتحان الIELTS مش بس بيختبر اللغة الجيدة، يعني مش بدخل أكتب بلغة جيدة أو بدخل أكتب أفكار وخلاص، لأ، الإجابة لازم تبقى منظمة ولازم يبقى فيه عناصر معينة في الإيسي بتقيم على أساسها، فده اللي هنتعلمه النهاردة لأنه هو مهم جدا، وده هيكون من خلال Practice Analyzing and Answering a Task 1 Question، يعني هنتدرب على سؤال من امتحان كامبريدج، والجزء ده مهم جدا عشان هيعلمنا ازاي نحلل الإجابة ونكتبها بشكل صحيح، وهتتدربوا معايا. آخر جزء هو جزء مهم جدا جدا محدش يفوته، هقول كل الكومن ميستيكس اللي بتتعمل في تاسك 1 علشان نتفاداها ونتجنبها لما ندخل الامتحان وبالتالي نحقق سكور عالي. أول حاجة لازم نعرفها What's Academic Writing Task 1؟ هي ايه Task 1 في الIELTS الأكاديمي تحديدا؟ هي A Visual Representation of Factual Information. Visual معناها مرئي، يبقى عندي صورة، الصورة دي بتحتوي على Factual Information، يعني معلومات حقيقية، معلومات بيانية. And you're asked to describe or explain the information you see. ودورنا إننا نكتب ونوصف المعلومات اللي موجودة قدامنا على الرسم البياني. يبقى السؤال دايماً بيبقى فيه صورة، والصورة عليها بيانات، وإحنا دورنا إننا نكتب عن البيانات الموجودة. بيطلب مني إني أكتب at least 150 words، 150 كلمة، وده at least يعني ده المينيمم بتاعي. أفضل عدد نكتبه اللي بيكون بين 170 ل180. ليه؟ لأن ساعات بيبقى فيه كلام بنكرره وبيتشطب في الامتحان وبعد كده بيبدأوا يعدوا، فهيعدوا هيبقى أقل من 150، مش عايزين نوصل لكده، عايزين نوصل لو في أي حاجة بتتشطب بعد كده النمبر ما ينزلش عن 150 كلمة، لأن لو العدد نزل عن 150 كلمة بيأثر على السكور. وكذلك لما بنكتب لازم نتعود إننا نكتب طبعاً الرينج من 170 ل180، مش 150 بالظبط. حاجة كمان عايزة أقولها متعلقة بالكلمات، للناس اللي هتدخل الIELTS الورقي لازم نتعود نعرف عدد السطور. يعني أنا لما كنت بتدرب عرفت مثلا إن حجم خطي في السطر بكتب حوالي من 8 ل 10 كلمات، فلما هدخل الامتحان هكتب ورقة هيبقى وش وظهر حوالي مثلا 25 سطر، وكنت طبعت الورقة البي دي اف بتاع التاسك 1 علشان اتدرب عليها بالظبط. لكن الناس اللي هتدخل الIELTS اللي هو الكمبيوتر ديليفرد هو بيبقى فيه وورد كاونت طبعا، وكل ما بنكتب كلمة الكاونت قدامنا بيبقى موجود، فمش محتاجين ان احنا نقلق على عد الكلمات. فتاني الافريج بتاعنا نخليه دايما اعلى من 150، وطبعا التايم اللي احنا المفروض نحطه التاسك 1 يبقى 20 دقيقة مش اكتر، لان تاسك 2 يعني اطول، تاسك 2 بنكتب فيها 250 كلمة، ده غير ان عليها تلتين الدرجة، احنا تاسك 1 عليها تلت الدرجة، ف20 دقيقة كفاية، مش عايزين نستهلك فيها وقت كتير لان هي مش هتبقى مستاهلة زي تاسك 2. يبقى كده عرفنا ان احنا بنكتب 150 كلمة مينيمم، والمفروض ندي وقت 20 دقيقة. ده بالنسبة لتاسك 1. ايه الـtypes of visual information؟ يعني ايه شكل الصور اللي ممكن تجيلي في الامتحان؟ ممكن تبقى map، بيجيب لي 2 maps عن مكان وبيقولي مثلا before و after construction، يعني قبل ما تتعمر وبعد في المستقبل لما هتتعمر، او بيجيب لي مثلا 2 maps عن شكل كان في الماضي والحاضر وهكذا. المهم بتبقى 2 maps وبيحصل مقارنة عن المكان. ممكن يبقى line graph زي ما احنا شايفين كده، بيبقى عبارة عن رسم بياني وفي خطوط، الخطوط دي بتمثل sections او بتمثل عناصر او موضوعات، يعني ممكن تمثل education, agriculture, science،
ممكن تمثل بيانات معينة لحاجات متفرقة، ممكن تبقى عن سالاريز مرتبات واكسبندتشرز ومصروفات وهكذا. فكل لاين بيمثل عنصر معين، ولازم نعرف أسماء الرسوم البيانية علشان ما ينفعش أدخل الامتحان ومكان مثلا يعني عندنا هنا نمبر 3 تيبل وأدخل أكتب بدل اللاين جراف تيبل، ما ينفعش، لازم أبقى عارف اسم الجراف اللي أنا شغال عليه. تيبل طبعا اللي هو الجدول، وبيبقى فيه برضو عناصر زي agriculture, industry, service، وعندي percentage النسبة المئوية وهكذا، بيديني العناصر وأرقام. باي تشارت اللي هي الرسم البياني اللي بيبقى فيه شكل الفطيرة اللي هي باي، ممكن تبقى باي تشارت واحدة وممكن تبقى اتنين وممكن تبقى تلاتة، وفي أسئلة بيدمج فيها يعني ممكن يجيب لي باي تشارت وتيبل، فناخد بالنا من الميكس، يعني ساعات بيعمل ميكس بين تو تشارتس، وطبعا وقتها هنقسم الباراجرافز ان كل تشارت تبقى مكتوبة في باراجراف مستقل. في كمان بار تشارت اللي هو الرسم البياني اللي بيبقى فيه عواميد زي اللي احنا شايفينه ده، اسمه بار جراف، ممكن استخدم كلمة جراف ممكن استخدم كلمة شورت، بس لازم اقول بار، ما ينفعش اقول لاين، لاين خطأ، لاين اللي فوقيه. واخر شكل عندي بيبقى دايجرام، والدايجرام بيبقى عبارة عن رسم لعملية زي مثلا عملية ريسايكلينج، إعادة تدوير أو عملية تصنيع، وبيبقى عبارة عن ستيجز، مراحل زي ما احنا شايفين كده، وفي أسهم، الأسهم دي بتقولي مرحلة أولى تانية تالتة وهكذا، ده اسمه دايجرام أو بروسيس دايجرام، بروسيس اللي هي العملية. فدول الأشكال اللي بتيجي في الامتحان سواء جت منفردة أو بتيجي ممتزجة، يعني اتنين مع بعض شكلين مختلفين. How should I structure my answer؟ بعد ما عرفنا الأشكال دلوقتي هنتعلم إزاي نكتب تاسك 1. تاسك 1 يعني هو إيسي، بس مش إيسي زي الإيسي اللي احنا عارفينه اللي هو بيبقى introduction و body conclusion، لا هو بيبقى أشبه بريبورت، بتقرير، لأن احنا بنوصف معلومات بيانية، بنكتب حقائق. فالمفروض الستركتشر بتاعي يبدأ بانترودكشن، يجي بعدها سيكشن تاني اسمه overview، وده أهم سيكشن في تاسك 1. لو في حد ما كتبش الاوفر فيو مش هيزيد عن باند 5. وبعد كده عندي بودي باراجراف 1 وبودي باراجراف 2. وفي تاسك 1 احنا مسموح لنا نكتب بودي باراجراف واحد، يعني انا ممكن بدل ما اعمل 2 بودي باراجرافز لا انا اخليهم كلهم في بودي باراجراف واحد، يبقى اخليه بي 1 كده اللي هو بودي 1، يبقى واحد فقط. ده بيبقى بناء على ايه؟ على التقسيمه اللي انا هقسم بيها اجابتي، يعني ممكن عندي شكل واحد وقادر الخص المعلومات كلها في باراجراف واحد مفيش مشكله، لقيت عندي مثلا شكلين اعملهم في تو سيبريت باراجرافز، في باراجرافين منفصلين، او عندي شكل بس فيه بيانات كتير، ممكن مثلا ميلز وفي ميلز اقسمهم الميلز في باراجراف والفيميلز في باراجراف، مفيش اي مشكله. ولكن لو حد هيكتب في بادي باراجراف واحد مفيهوش اي مشكله. فخدنا بالنا هنا احنا عندنا introduction. الانترودكشن بيبقى فيها ايه بالظبط؟ طبعا هتبقى a paraphrase of the topic in your own words، بنكتب فيها ملخص عن الموضوع بطريقتنا. What is the visual information about؟ وايه هو الشكل عبارة عن ايه، او ايه المعلومات يعني باختصار بيكون عن ايه. فالمقدمة الانترودكشن بتكون عبارة عن تلخيص للسؤال اللي هو جايبهولي مع بعض المعلومات اللي على الرسم البياني بلغتي، ما باخدش الكلام اللي هو مديهوني واحطه بالظبط، ده بينقص، لازم هنبدأ نستخدم سينونيمز علشان نوري الحصيلة اللغوية، وده طبعا هيبان في التدريب. فأول حاجة بشوف السؤال اللي مكتوب وبعض المعلومات اللي موجودة على الرسم البياني وهكتبها في الانترودكشن. الانترودكشن it should be one sentence، لازم تبقى جملة واحدة مش أكتر من كده. إيه هي بقى الأوفر فيو اللي هي أهم جزء في تاسك 1؟ The most important paragraph that summarizes in general the key features or main points such as highest and lowest categories and significant differences. الاوفرفيو دي هي الباراجراف، وبيجي على طول بعد الانترودكشن، بيلخص اهم تغييرات على الرسم البياني، يعني ما بروحش اكتب تفاصيل وارقام، انا بشوف ايه اعلى نقطة مثلا وايه اقل نقطة في الشكل البياني والخصهم في الاوفرفيو. اشوف مثلا ايه الاختلاف اللي ظاهر قوي او ايه التشابه اللي ظاهر قوي والخصه في الاوفر فيو. يبقى الاوفر فيو دي كانها الكونكلوجن، زي ما قلت لكم الايسي العادي بيبقى فيه كونكلوجن تحت، احنا في تاسك 1 ما بنكتبش كونكلوجن لان الاوفر فيو هي السمري. فانا هنا بعمل سمري للشارت كله من خلال اني اظهر
أهم two changes، يعني أهم تغييرين على الرسم البياني، مش أكتر من كده. The most proper linker to use is overall. أهم حاجة بنبدأ بيها الـ overview، نستخدم linker يعني كلمة كده اللي هي فيما معناها باختصار، أو مثلا زي ما بنقول كده الخلاصة إيه. فـ overall يعني أنا هلخص اللي موجود أو اللي مكتوب على الـ chart، فده يعتبر حاجة. ممكن حد يبدأ بـ in general، بس أفضل linker يعني نستخدمه overall. It should be written in two sentences. أفضل حاجة إن إحنا نقسمها لـ two sentences بس. بعد كده body paragraph 1 هيبقى زي body paragraph 2 برضو. الـ body paragraphs بنكتب فيها التفاصيل. It reports the specific points. هنا بقى هنبدأ نتكلم على التغييرات اللي موجودة على الرسم البياني بالتفصيل، اللي هي specific points يعني نقاط محددة. It describes in detail the changes and differences with numbers. يبقى بشرح in detail بالتفصيل التغييرات والاختلافات اللي موجودة طبعا في الشارت with numbers. لازم نستخدم numbers. لو مديني أرقام، مديني نسبة مئوية، كل ده لازم أستخدمه، لأن هو ده التفاصيل، هي دي الحقائق، وده الإثبات إن أنا بتكلم عن نقطة ولازم أحط الرقم اللي موجود. فما ينفعش نكتب من غير أرقام، الأرقام أساسي في تاسك 1 لازم نستخدمها. إيه كمان نقطة مهمة جدا جدا؟ It should include many comparisons. في تاسك 1 من الحاجات اللي بيختبرني على أساسها المقارنة، إزاي بقارن. أنا ما ينفعش أمسك عمود واحد وأتكلم عنه لوحده، ما ينفعش أمسك خط واحد وأتكلم عنه لوحده، أنا لازم أعمل مقارنات، لازم يلاقوا مقارنات كتير سواء في تشابه أو في اختلاف. فممكن أستخدم كلمات زي similarly, in contrast, surpassed. similarly يعني متشابه، in contrast عكس بعض، حاجة surpassed يعني حاجة زادت عن، أو حاجة below تحت. فلازم دايما أقارن بين عنصرين، أقارن بين فئتين وهكذا، وده اللي هنتعلمه طبعا في التدريب. Body paragraph 2 the same idea. لو أنا هقسم 2 paragraphs هيبقى paragraph 1 برضو زي paragraph 2، التفاصيل باستخدام الأرقام والمقارنات. باختصار task 1 هي أشبه بريبورت، بيبقى فيه introduction, overview وbody paragraph أو body paragraphs. وأعتقد النقط كده واضحة. اللي هنعمله دلوقتي إن إحنا هنطبق ده على طول على سؤال علشان المعلومات دي تثبت. زي ما أنتوا شايفين هنا على الشمال السؤال، وعلى اليمين المكان اللي هنبدأ نحلل فيه ونكتب الأنسر. ده سؤال من اختبار آيلتس، وزي ما إحنا شايفين كده الشكل البياني أو الرسم البياني اللي عندي هو بار جراف. السؤال بيجي لنا كده دايما في الامتحان، أهو هنا في البوكس ده بيقول لي دايما الشارت عبارة عن ايه. The chart below يعني الشارت اللي تحت shows the amount of leisure time، بيوضح وقت الفراغ، leisure time اللي هو وقت الفراغ، enjoyed by men and women اللي بيقضيه الرجال والنساء of different employment status اللي بيشتغلوا في وظائف مختلفة او ليهم يعني طبيعة عمل مختلفة، employment status سواء بيشتغلوا او في البيت. فده كده باختصار بنسميه prompt. prompt أنا هكتبها هنا علشان لو كررتها، اللي هي معناها السؤال P-R-O-M-P-T. prompt السؤال اللي بيجيلي في الامتحان كده، دي الصيغة بتاعته، بيفهمني الشارت عبارة عن ايه، ودايما بيستخدم لي جملة كده دي standard بتجيلي على طول اللي هي تحت هنا summarize the information by selecting and reporting the main features، يعني لخص المعلومات عن طريق اختيار select and report، واحنا بنكتب the main features يعني الخصائص الأساسية، and make comparisons where relevant، ولازم نقوم بعمل مقارنات كل ما يبقى مناسب، يعني لو في وقت مناسب لازم نعمل مقارنات where relevant، طالما في فرصة ان احنا نعمل مقارنات لازم تبقى موجودة. فده شكل السؤال. طبعا اول ما بنمسك السؤال في الامتحان بنقرأ البرومت علشان نفهم، بعدها على طول بننزل للتشارت، لازم انزل اشوف التشارت عبارة عن ايه واحلله بسرعة، يعني المفروض كل ده اعمله في حسبة يعني من 3 لأربع دقايق مش اكتر من كده، وبعدين ابدأ اكتب. بس ضروري نقف شوية ونشوف التشارت ونحلله، مينفعش ابدأ كتابة وانا مش عارف الرسم البياني عن ايه. فالرسم البياني هنا دايما بيديني كده leisure time وقت الفراغ، in a typical week يبقى احنا بنتكلم على اسبوع،
by sex and employment status. sex يعني الجنس اللي هو ميل او فيميل، وهو حاطط لي هنا مفتاحين، ميل اللي هو اللون الاسود وفيميل اللي هو اللون الرمادي، and employment status اللي هي الوظائف، وتحت حاطط لي تاريخ السنه اللي بيتكلم عنها من 1998 ل 1999. وطبعا التشارت تحت بيبقى فيه كده العمودين اللي هو العمود القائم اللي هو vertical، وعندي تحت الافقي اللي هو الهوريزونتال. الفيرتيكال اللي هو عندي على الشمال بيبقى فيه النمبرز، حاطط لي 20 40 60 80 100 وكاتب لي hours of leisure time، يعني دي الساعات اللي بيقضوها كوقت فراغ. وتحت كاتب لي employed full time، يعني اللي بيشتغلوا موظفين بدوام كامل، employed part time اللي بيشتغلوا موظفين بس مش بدوام كامل يعني part timers، عندي unemployed ما بيشتغلوش، retired متقاعدين، housewives اللي هي ربات المنزل. يبقى كده قرينا كل البيانات اللي على الرسم البياني، وعرفنا ان احنا العمود الاسود للميلز والعمود الرمادي للفيميلز. فدلوقتي خلاص كده فهمنا الشارت عبارة عن ايه. هنرجع للسؤال تاني علشان نشوف هنكتب الانترودكشن ازاي. السؤال فوق بيقول The chart below shows the amount of leisure time enjoyed by men and women of different employment status. يبقى بيوريني عدد ساعات وقت الفراغ اللي بيقضيها الرجالة والستات طبقا لطبيعة عملهم. طبعا لما هكتب الانترودكشن انا هستخدم السؤال، ولازم استخدم معلومات من اللي هو مديهاني هنا، ما ينفعش اسيب المعلومات دي، لان هو بيقول لي ده في اسبوع وسنة كام، لازم استخدم المعلومات اللي على الشارت هنا، ما ينفعش اخد الجنرال برومبت اللي كاتبه لي في السؤال بس. دي حاجة. يبقى أول حاجة نعرفها إن إحنا هناخد السؤال ونشوف إيه المعلومات الجنرال اللي حاططها لي على التشارت. تاني حاجة لازم أدور في السؤال على الكلمات اللي ينفع أستبدلها علشان أستخدم لغتي، أستخدم synonyms. يعني أنا لو هاجي أكتب هو مثلا هنا حاطط لي كلمة إيه؟ كلمة short. أنتوا ممكن توقفوا الفيديو وتقروا السؤال وتحاولوا تكتبوا introduction بلغتكم أنتوا. فبعد ما اعمل كده يعني بنفكر في الكلمات الاول اللي ممكن نغيرها. هو حاطط لي كلمه شورت. كلمه شورت هي كلمه عامه، انا ممكن اغيرها وابدا اضيف الاسم الشورت اللي هو بار شورت او بار جراف. انا ممكن الكلمه دي كده اغيرها اللي هي كلمه شورت. تاني حاجه لازم نغير الفعل، ده اساسي. يعني لو بيقول لي شو هنا، طبعا شوز عشان في المفرد، انا ممكن استخدم افعال تانية. زي ايه بقى؟ فعل زي demonstrate يوضح، explain يشرح، illustrate يوضح، gives information about يعطي معلومات عن. عندي افعال كتيرة جدا ممكن استخدمها، لازم اغير الفيرب، ده اساسي. ايه كمان؟ كلمة leisure time، يعني كلمة leisure time ممكن نغيرها. زي ايه؟ بدل ما اقول leisure time ممكن اقول طبعا free time. كلمة leisure ممكن تبقى free، وطبعا كلمة time هسيبها فغير كلمة leisure. men and women، يعني men and women ممكن استخدم ايه بديل ليهم؟ ممكن استخدم male and female، males and females لو في plural. فهنا اقدر يعني احدد ايه الكلمات اللي اغيرها علشان اكتب بلغتي. دلوقتي هوريكم الانترودكشن اللي انا عملتها. The bar chart demonstrates the number of hours of free time enjoyed by males and females in a typical week in 1998 to 1999 according to gender and employment status. فاللي انا عملته دلوقتي زي ما انتم شايفين كده demonstrate بقى بدل show، و number of hours of free time بدل كلمة amount كمان غيرتها خليتها number of hours. يعني amount of leisure time هو بيقول لي كم وقت الفراغ، فبدل ما اقول كم وقت الفراغ انا قلت عدد ساعات وقت الفراغ. number of hours عشان على الشارت تحت بيديني number of hours، فانا كده كلامي صحيح. وبدل leisure time عملت free time. و males and females اللي هي بدل men and women. وبعد كده كلمة gender according to gender يعني sex، يعني بدل كلمة sex اللي حطها لي تحت هنا انا استخدمت كلمة جندر اللي هو النوع، وخليت employment status زي ما هي. يبقى الانترودكشن بتاعتي هنا معناها ان البار تشارت بيوضح عدد ساعات وقت الفراغ اللي بيقضيها الميلز والفيميلز اللي هم الذكور والاناث in a typical week. طبعا خدت المعلومات اللي تحت اهي
في typical week بين 1998 ل 1999 according to، طبقا لإيه؟ هو قال لي sex and employment status، أنا أقول gender and employment status. وطبعا كل واحد حر في ان هو يستخدم synonyms مختلفة، بس أنا بوريكو الكي المفتاح للintroduction إزاي نكتبها. طيب بعد كده لازم نشوف الoverview. الoverview قلنا تاني باراجراف على طول بعد الانترودكشن، ولازم احط فيها الكي فيتشرز. يبقى انا هنزل على الشارت واشوف اهم التغييرات الحاصله، حاجه تبقى واضحه جدا. فانا مثلا اوضح حاجه عندنا هنا في الشارت ايه، حاولوا توقفوا الفيديو وتشوفوا ايه اكتر يعني تو فيتشرز ممكن نتكلم عنهم. انا لو هتكلم عندي تو فيتشرز هنا في الان امبلويد وريتايرد، دول اعلى حاجه موجوده على الشارت، يعني دول اعلى عدد ساعات، فانا هكتبهم في الاوفر فيو. في ايه كمان؟ التلات عواميد اللي باقيين ما فيهمش حاجه مميزه، فانا هكتبهم ان هما بيفاري، فاري يعني بيتنوعوا. وممكن حد تاني يقف يقول مثلا في الامبلويد بارت تايم والهاوس وايفز احنا ما عندناش ميلز، فممكن يذكرها برضو في الاوفر فيو لان دي فيتشر واضحه. يبقى انا هنا بشاور على الفيتشرز الاساسيه، الخصائص الاساسيه الواضحه، وهكتبها في الاوفر فيو. طيب هنشوف الاوفر فيو اللي انا كتبتها، بداتها باوفرول. Overall يعني بصفة عامة. It's obvious that unemployed and retired men and women have the highest amount of leisure time. من الواضح إن unemployed و retired men and women اللي هما تحت اللي أنا شاورت عليهم هنا have the highest amount of leisure time، كان عندهم اعلى او اكتر وقت فراغ، لان هم فعلا هنا عندهم عدد الساعات. بس زي ما انتم شايفين انا ما استخدمتش اي ارقام، الارقام انا هستخدمها في البادي باراجرافز. انا هنا قلت ان هم اعلى حاجه او عندهم اعلى وقت او اكتر وقت فراغ، مش اكتر، فول ستوب. فيرذر مور، والاكثر من ذلك، او ان زي ان اديشن كده بالاضافه الى، ذا نمبر اوف اورز اوف ليجر، عدد ساعات وقت الفراغ ليجر، varies يعني بتتنوع، among male and female، بين الذكور والإناث. من إيه بقى؟ هتكلم على الثلاث عواميد الباقيين، full timers، female part timers and housewives، هنا اللي هم أقصدهم الفول تايم. بدل ما أقول employed full time شاورت عليهم وقلت إن هم إيه، full timers كفاعل يعني، وطبعا employed part timers و housewives. وطبعا هنا قلت فيميل بارت تايمرز. ليه فيميل بارت تايمرز؟ لان هو هنا ما عنديش ميل، ما عنديش الميل اللي هو في البار الاسود، انا عندي فيميلز بس، عشان كده قلت فيميل بارت تايمرز. وطبعا هاوس وايفز هي كلمه معناها ربه المنزل، هاوس وايف ربه منزل، فهي للاناث فقط. يبقى تاني الاوفر فيو زي ما انتم شايفين، قلت من الواضح اني عندي الانيمبلويد اند ريتايرد مين اند وومن هاف ذا هايست ليجر تايم. وبعد كده قلت ان number of hours of leisure time varies يعني بيتنوع، هي كلمة variation، تنوع أو تعدد، ما بين العمدان اللي اتبقت عندي اللي هي كانت الفول تايمرز والفيميل بارت تايمرز والهاوس وايفز. زي ما انتوا شايفين ما أشرتش لأي نسبة مئوية أو لأي رقم أو لأي تفصيلة، أنا قلت الخلاصة في الأوفر فيو. بعد كده هنبدأ ننزل على البادي باراجراف أو البادي باراجرافز. أنا الحقيقة قسمت يعني الريبورت عندي لتو بادي باراجرافز، ممكن حد يقسمهم على ميلز وفيميلز لأن هما كده عندي التو كاتيجوريز أو الفئتين الأساسيتين اللي بنتكلم عنهم. أنا الحقيقة قسمتهم على أساس تاني اللي هو أساس إن في منهم بيشتغل سواء ميلز أو فيميلز، وفي ما بيشتغلش، يعني التلات عواميد اللي هما في الآخر دول كده ما بيشتغلوش، unemployed ما بيشتغلش ما فيش شغل، وretired على المعاش ما بيشتغلوش، والhouse wives قاعدين في البيت ما بيشتغلوش. وأول two categories سواء male وfemale أو females بس، دول employed full timers وemployed part timers، دول اللي بيشتغلوا. فأنا قسمتهم على أساس شغل وما فيش شغل. أول body paragraph أهو هنقرأ سوا ونشوف أنا شرحته إزاي. In the unemployed and retired categories، يبقى أنا بدأت بال unemployed و retired categories، شاورت عليهم هنا وقلت in these two categories. So in the unemployed and retired categories في الفئتين دول، the bar graph
highlights an increase for both sexes. يبقى البار جراف استخدمت كلمة جراف بدل ما عيد كلمة short، وقلت verb highlights بيوضح زي كده demonstrates، بس بدل ما نكرر لازم نستخدم synonyms. ممكن أقول gives information about، ممكن أقول show، فأنا هنا قلت highlights an increase for both sexes معناها زيادة للجنسين للفئتين سواء المذكر أو المؤنث للرجال والنساء. to elaborate فكتوضيح لذلك، men enjoyed leisure time over 80 hours compared to approximately 70 hours for women. شرحت قلت ان المن الرجال بيقضوا وقت فراغ over 80 hours، يعني هو طالع شوية عن ال 80 ساعة اللي هي هنا، ده المن اهو اللي هو في البلاك. compare to مقارنة ب، شفتوا قلت لما اول ما يجي جزء ينفع نقارن لازم نقول المقارنة. compare to approximately تقريبا 70 hours للwomen. فعلا الwomen هنا يعني بالنص بين ال 60 وال 80، لو خدنا بالنا احنا الwomen احنا هنا دلوقتي وهنا، فيبقى ال number of hours عندي كان بين ال 60 وال 70 في الحتة دي، فقلت approximately 70. طالما احنا مش عند رقم ثابت بنستخدم كلمات زي تقريبا اللي هي approximately 70 hours for women. فهنا انا شرحت النسب وعدد الساعات، وبعدين هكمل لان انا لسه عندي الفئة الثالثة اللي هي ما بيشتغلش. although housewives spend much time at home، وبرغم من ان ربات المنزل بيقضوا وقت فراغ في البيت لان هما طبعا ربات منزل فطبيعي هيبقوا في البيت، they are below unemployed and retired men، هما تحت الفئتين دول، تحت فئتين الـ unemployed والـ retired. عدد الساعات هنا and retired women as they had around 45 hours per week، لان هم بس كان عندهم حوالي 45 ساعة يقضوها كوقت فراغ، وحطيت كلمة around لان هنا انا يعني حاولت اجيب التقريب اللي هو 45 ساعة. فزي ما انتم شايفين في الباراجراف انا استخدمت ارقام علشان اوضح النقط اللي بتكلم عنها. اتكلمت على اول فئتين وقلت فيها ان الميلز والفيميلز عدد الساعات قد ايه 80 و 70، وبعدين نزلت على الفئة التالتة واتكلمت على هاوس وايفز وقلت ان هما بيقضوا وقت اقل اللي هو 45 ساعة. ده بالنسبة للي ما بيشتغلوش. الباراجراف التاني هيتكلم على اول فئتين اللي بيشتغلوا. as far as the employed categories are concerned، يعني فيما يتعلق بالemployed categories male full timers surpassed female full timers. لو انا هتكلم على الفول تايمرز هنا انا عندي فعلا الميلز اللي هم الرجال هم surpassed، surpassed يعني تفوقوا على او زادوا على عدد الفيميل فول تايمرز، هنا فعلا العدد اكبر. هبدا اشرح مش هقف، ما ينفعش اقف لازم استخدم الارقام. they had around 45 hours per week، كان عندهم حوالي 45 ساعة في الاسبوع كوقت فراغ. while كلمة while معناها بينما، ودي أداة ربط بستخدمها لما بقارن، قلت الميلز بعدين بينما الفيميلز أو بينما الومن had almost 38 hours، بالنسبة للومن هنا كانوا تقريبا أقل منهم في حدود ساعتين، يعني هنا فتبقى 38 hours قارنت بينهم. هنزل بعد كده على البارتايمرز اللي هما فيميل بس. فيميل بارتايمرز هاد 40 hours، الفيميل بارتايمرز هنا فعلا كانوا 40 بالظبط، ولذلك ما استخدمتش كلمة تقريبا approximately or around، لا انا قلت على طول 40 hours of leisure time. and surprisingly وكمفاجأة the chart doesn't show a category for male part-timers، وهنا قلت ان الشارت ما ورانيش اي معلومات عن ميل بارتايمرز، اشرت للنقطة دي لان هي نقطة اساسية في الشارت. وبكده اكون شرحت الشارت بتفاصيله، وزي ما قلت احنا بنتكلم على الخصائص العامة في الاوفر فيو، بكتب اهم خاصيتين واضحين على الشارت، وبعد كده هنزل اتكلم على التفاصيل، بس مش هتكلم على تفاصيل صغيرة. لو عندي مثلا لاين جراف وفي خطوط كتير بتكلم على اهم المعلومات اللي فيه وبالنسب المئويه وبالارقام والمقارنات. هنا ما كانش عندي معلومات كتيره فاتكلمت على كل البار جرافز، بس لازم اشير للنقط المهمه زي جزء الامبلويد بارت تايمرز كان اونلي فيميل لازم اذكرها لان دي معلومه مهمه.
فدي حاجة من المهارات اللي بيختبروني عليها في تاسك 1، اني اقارن واتكلم على المعلومات المهمة. لو في حاجات كتير، يعني لو مديني معلومات كتير قوي والوقت هيضيع فيها، لا انا بتكلم على المعلومات المهمة. بالنسبة للريبورت اللي انا كاتباه ده من 162 كلمة، يعني الافريج اللي يعني بين 150 ل 170. دلوقتي عايزة اوريكم حاجات نركز عليها، زي الحاجات اللي هي في البوكسز اللي لونها موف اللي ظهرت قدامنا، اللي هي ادوات الربط. ادوات الربط مهمه جدا. طبعا الفيديو اللي قبل اللي فات انا شرحت ادوات الربط والجمل الكومباوند والكومبلكس، فيها ادوات ربط كتير، لازم ترجعوا للفيديو ده، مهم جدا. فهتلاقوا ادوات ربط زي اوفرول في الاوفر فيو، فيرذر مور بالاضافه الى لما حبيت ازود معلومات. بعد كده استخدمت طبعا كومبير تو، مهمه جدا عشان المقارنه. واستخدمت although لما اتكلمت على حاجة عكس، يعني although ان الهاوس وايفز بيبقوا في البيت بس عدد الساعات بتاعهم اقل من الانيمبلويد والريتايرد من ان ومن، فكلمة although استخدمتها. طبعا يعني المصطلح ده as far as، اول جزئية هنا حاجة is concerned، لو مفرد بتبقى is concerned، لو في النص يعني لو في النص كاتيجوري واحدة هقول is concerned، بس عشان عندي جمع هنا بقولت are concerned. المصطلح as far as something is concerned معناها فيما يتعلق بي، فأنا هنا بقول فيما يتعلق بالفئات اللي بتشتغل أو اللي ليها وظيفة، وكملت. استخدمت طبعا while بينما علشان أقارن بين المن والwomen، قلت من بلا 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 while women برضو، يعني بقية المعلومات. وكلمة surprisingly أنا حطيتها علشان أبين إنه كان شيء مفاجئ إن مفيش male part timers. فدي هنا ادوات الربط زي ما انتم شايفين. ولو حد وقف الفيديو وبدأ يقرأ الاسي هنا هيبص يلاقي ان في ترابط وفي اتساق وماشي بترتيب منطقي وواضح جدا، فده اللي لازم نتعلمه. حاجه كمان عايزه اوريها لكم، الكلمات اللي هنا في البوكسز اللي لونها اخضر اللي هي اشارت للارقام او للتغييرات اللي بتبقى موجوده على الرسم البياني. يعني هنا قلت the highest يعني اعلى، بوضح ان في تغيير وكان واخد اعلى نقطه. كلمه very اللي هو الفيرب very هنا حطاله له اي اس علشان ليجر وقت فراغ هو uncountable word، فبتيجي في المفرد. المفروض في اي ار واي، يتنوع ان في variation في الارقام او في وقت الفراغ. استخدمت كلمه below علشان اقول ان في رقم تحت، واستخدمت فعل surpass اللي هو يزيد على او يتفوق على عشان ابين ان في فئة زادت على الاخرى في وقت الفراغ. فدي الكلمات اللي بنستخدمها، او بعض الكلمات طبعا اللي بنستخدمها مع الارقام. انا بعد كده هعمل فيديوهات منفصلة عن كل بار جراف او باي تشارت، يعني عن كل الرسوم البيانية، كل رسم بياني هنتعلم ازاي نحلله في فيديو مختلف، وهقول لكم ايه اهم الفوكابيلاري اللي المفروض نستخدمه معاه. بس اقصد النقط دي لازم تبقى موجوده، او العناصر دي لازم تبقى موجوده في الريبورت اللي انا بكتبه علشان يبقى متسق ويبقى فيه كل البيانات مستخدمه، والفوكاب مهم جدا في الرايتنج. اخر حاجه هنا البوكسز اللي هي لونها اورنج، الحال approximately او around او almost، الكلمات اللي هي معناها تقريبا لما الرقم ما بيبقاش محدد او رقم ثابت على الرسم البياني وبنحاول نقربه، فبستخدم كلمات زي approximately around almost، ممكن استخدم over كمان. فهنا بس حبيت اقف على الفوكاب والكلمات اللي بتيجي في الرايتنج، واعتقد يعني هنا الشارت قدرنا نحلله كويس، وكتبنا يعني ريبورت flawless يعني ما فيهوش mistakes، مش هيقل عن باند 7.5 او 8. فده كده كان نموذج علشان تتبعوه او تعرفوا المفروض وانتوا بتحلوا دلوقتي لحين ما نبدا نعمل فيديوهات منفصله عن كل رسم بياني، بس تعرفوا ايه اهم العناصر لازم تبقى موجوده. الجزء اللي جاي هو يعني انا بعتبره اهم جزء في الفيديو كمان، الكومن mistakes اللي معظم الطلبه بتعملها وما بتبقاش عارفه انها بتعملها، وبالتالي بيدخلوا الامتحان وبينقصوا وهما مش عارفين ليه. كل النقط اللي انا هقولها دي لازم نتفاداها ونتجنبها، وبالتالي السكور هيزيد ان شاء الله. اول حاجه don't copy the prompt for your introduction, paraphrase it in your own words. اول حاجه مينفعش ناخد راس السؤال او الصيغه اللي بيجيب لي بيها السؤال واحطها زي ما هي في الاجابه، الكلام ده ما ينفعش، غلط.
هينقص من الدرجات جدا. ده بيبين ان انا ما عنديش اي حصيله ومش عارف اكتب. انا بفهم السؤال طالب ايه، وبعد كده بعمل paraphrase. paraphrase يعني اعيد صياغه الكلام اللي مكتوب بكلماتي انا، my own words. تاني نقطه، don't change the name of the graph. ما ينفعش نغير اسم الجراف. يعني لو هو line chart cannot be described as a map، ما ينفعش اقول عليه map او اقول عليه diagram. كلمة chart ممكن اغيرها لجراف، اوكي، بس ما ينفعش line graph اغيره لبار graph. ما ينفعش diagram اقول عليه map، ما ينفعش map اقول عليها table. يبقى بنحافظ على اسم الجراف ونكتبه صح. Don't forget to separate your paragraphs. Leave a line between each paragraph. زي ما شفتوني كده كنت عاملة ايه، كل باراجراف من الاربعه فصلاه بنفصل بايه، leave a line اللي هو space، بنعمل space او في الامتحان الورقي بنسيب line. في حد يقول لي مش احنا المفروض بنسيب indent او فراغ في اول، قبل اول كلمه دايما من كل باراجراف؟ طبعا ده الستايل بتاع الاكاديميك رايتنج، بس في امتحان الاسي ممكن ما نسيبش الاندنت، يعني ممكن نكتب كله تحت بعضه عادي في الباراجراف، ما نسيبش الفراغ اللي في اول جمله، ما يبقاش في اي فراغ، بس نسيب فراغ بين الباراجرافز، تبقى الباراجرافز منفصله. ده ستايل تاني وطبعا يعني بياخدوا بيه وصحيح تماما. Don't miss writing an overview. محدش يوقع الاوفرفيو، محدش ينسى يكتب overview. الاوفرفيو دي عندي هنا هي الكي، اهم نقطه او اهم باراجراف في تاسك 1. Put it straight after the introduction. Straight after تيجي على طول بعد الانترودكشن. المصحح دايما عايز يشوف الاوفرفيو، دي اهم جزئيه بالنسبه لهم. Write it in two sentences summarizing the key features. زي ما قلت لكم في two sentences، يعني جملتين قوي كفايه علشان نلخص فيهم الخصائص الاساسيه اللي موجوده على الرسم البياني. You won't get a high band score without a good overview. مش هينفع اجيب سكور عالي من غير good overview، ومش هينفع اجيب سكور حلو من غير overview خالص. يعني الاوفرفيو دي مش هتزودني عن band 5 لو ما كتبتهاش. فزي ما قلت لكم المصحح بيبقى عايز دايما يشوف الاوفرفيو، لان هي اهم جزئيه، تعتبر زي الكونكلوجن كده في الاساي. Don't use figures or details of the changes in the overview. Don't use any figures. ما نستخدمش اي ارقام او details او تفاصيل في الاوفرفيو. الكلام ده ما ينفعش، ده هنقوله في البادي paragraphs، هي بتبقى بصيغه عامه مش هنستخدم اي ارقام. Don't describe items separately. You should always compare lines, bars, sections, etc. Don't describe items separately. زي ما قلت لكم ما ينفعش امسك عمود و separately معناها منفصل لوحده، ما ينفعش امسك عمود واشرحه لوحده، ما ينفعش امسك line واشرحه لوحده، ما ينفعش اجي اتكلم على زي البار جراف اللي فات، ما ينفعش اجيب كده ميل فول تايمر او ميلز فول تايمرز واتكلم عنهم لوحدهم. لا، انا ممكن اجيب الفول تايمرز واقارن بين الميلز والفيميلز، او ممكن اجيب الفول تايمرز والبار تايمرز واقارن بينهم، بس ما ينفعش امسك فئه واتكلم عنها لوحدها. دي من المهارات اللي بيختبروني عليها، لو ما لقوش كده هننقص جامد، فيا ريت ناخد بالنا ان احنا لازم نقارن. هو نفسه بيقول لي في السؤال compare والrelevant، ان هو بيقول لي دايما حاطط لي كلمه compare عشان ما انساهاش. ايه تاني؟ Don't try to describe every single change on the chart. ما نشرحش every single change، يعني ما اقفش عند كل تغيير واشرحه، unless there are only a few changes، الا لو في changes قليله زي البار جراف اللي فات، التغييرات اللي فيه كانت قليله، لكن في ساعات رسوم بيانيه بيديني فيها تغييرات كتيره جدا مش هتكلم عنها كلها. A key skill in task 1 is to be able to select the key features. دايما نركز على ال key features، الخصائص العامة والمعلومات المهمة. Try to mention around 5 to 7 changes in the body paragraphs. يعني بتكلم على 5 ل 7 changes. زي ما انا عملت كده في البار جراف، هم اصلا كانوا كلهم على بعض حوالي 7 changes او اقل، فذكرتهم كلهم. لكن ساعات في جرافس بيجيبوها مليانة معلومات، لا، احنا هناخد المعلومات اللي ينفع اعمل فيها مقارنة واللي تكون واضحة. Don't write a conclusion. ما نكتبش conclusion، احنا مش هنكتب هنا اي خاتمة في الريبورت ده. الخاتمة بتبقى في task 2. The overview is already a summary of the chart. الاوفرفيو نفسها هي السمري بتاعي، فانا مش هكتب conclusion. ما هو الخاتمة دايما في الاسي بتبقى عبارة عن ايه؟ الخاتمة بتيجي علشان تبقى summary، تقول لي الاسي كله كان عن ايه.
فانا هنا عندي الاوفر فيو، هي اوريدي سامري، بعمل فيها سامري لاهم فيتشرز على البار تشارت، فمش هحتاج ان انا اعمل سامري تاني، فبالتالي ما نعملش كونكلوجن. اوكي، محدش يكتب كونكلوجن في تاسك 1. دونت اسيوم، دي نقطة مهمة جدا، ما ينفعش نفترض، محدش يحط افتراضات. اسيوم يعني افترض، assumptions الافتراضات are not facts، مش facts. احنا في تاسك 1 لازم نتكلم على الحقائق، نتكلم على الفاكتس مش assumptions. ما ينفعش افترض، يعني مثلا ما جابليش زي مثلا في البار اللي فات جايب لي ان في فيميل بارت تايمرز بس، مفيش ميلز بارت تايمرز. ما ينفعش حد يروح يكتب في الاسي ان تقريبا في بطاله، يعني في there is unemployment or it seems to be unemployment، تقريبا في بطاله، فبالتالي مفيش يعني ميل بارت تايمرز. احنا ما نعرفش في بطاله ولا مفيش، احنا قدامنا فاكت ان البارت تايمرز هم فيميلز، هم نساء فقط. طيب هل هي بقى كانت بطالة، ولا هل هو معظم المجالات اللي عندهم بيدخلها الستات اكتر، فبالتالي مفيش معظم المجالات اللي في البارت تايمرز؟ احنا ما نعرفش السبب، محدش يفترض حاجة مش موجودة على الشارت. In task 1 you should only describe the given factual information، احنا مطلوب مننا نوصف الانفورميشن اللي موجودة، لكن مش هفترض كان في بطالة. مثلا بيكلمني على محلات بتقفل ومحلات بتفتح، ما ينفعش اقول من الواضح ان كان في أزمة في البلد بسببها ان في محلات كتير بتقفل. لا، هو مش شرط أزمة، هو ممكن الناس ما بقتش تشتري الحاجات دي، فبالتالي المحلات بقت تقفل. احنا ما نعرفش ايه السبب، فما بنحطش assumptions، مش هحط افتراضات من عندي، انا بتكلم على المعلومات الاساسية اللي جايالي على التشورت. Don't spend more than 20 minutes on task 1 as task 2 is longer and it has 2/3 of the overall band score. محدش يقضي اكتر من 20 دقيقة او يدي اكتر من 20 دقيقة لتاسك 1، لان تاسك 2 اطول. تاسك 2 هنكتب 250 كلمة مينيموم، يعني لازم نكتب حوالي 270 كلمة، وتاسك 2 عليها تلتين الدرجة، هي أهم من تاسك 1. هما ال 20 دقيقة بنظبطهم على إن هما 20 دقيقة، مجرد ما أخلص ال 20 دقيقة أو ال 20 دقيقة تخلص أوقف كتابة في تاسك 1 وأبدأ في تاسك 2. Therefore it's more important than task 1. هنا أنا بقول لكم إن task 2 طبعا هي more important than task 1، فبالتالي هي اللي بتحتاج وقت أطول، وده طبعا بنظبطه وإحنا بنتدرب. الكتابة محتاجة تمرين كتير وتدريب كتير واستخدام تايمر علشان أتعلم أحلل وأكتب وأراجع خلال ال 20 دقيقة، ده بيبقى من التدريب. بتحتاج تدريب كتير عشان يبقى عندي مرونة في الأفكار، مرونة في كتابة الجمل، هي مهارة مش سهلة، يعني الرايتنج مصنفة إن هي أصعب مهارة في اختبار الآيلتس، فمش بسهولة إن احنا ندخل الامتحان وفاكرين إن احنا هنجيب في الرايتنج كويس طالما احنا بنكتب. لأ، انتوا شايفين في عناصر، في تنظيم، في روابط، في أفكار، في استخدام لعناصر معينة لازم تبقى موجودة، سواء ده في تاسك 1 أو في تاسك 2. علشان اقدر اعمل كل ده في وقت محدد انا محتاج اتدرب كتير علشان يبقى عندي سلاسة ومرونة في الكتابة. طبعا بعد ما بعرف المعلومات، يعني المعلومات دي اساسية، خلاص انا داخل عارف ان انا هكتب introduction و overview، بس لازم يبقى عندي مرونة في استخدام السينونيمز، مرونة في استخدام الروابط، مرونة في قراءة الشارت نفسه. ودي نصيحة عايز انصحكم بيها، انا كانت بالنسبه لي تاسك 2 اصعب من سوري انا كان بالنسبه لي تاسك 1 اصعب من تاسك 2. انا اوريدي دارسه اكاديميك رايتنج وبعرف اكتب اسايز، بس تاسك 1 دي مش متعلقه بالانجليش قوي، لان هي عباره عن تحليل بيانات، فانا علشان اتدرب عليها اخدت وقت، بس حطيت وقت كده اني اتعلم اقرا الرسوم البيانيه، اتعلم اقرا الارقام. الارقام بالنسبه لي كانت كونفيوزنج ومربكه وصعب ان انا اكتب عنها، فاخدت وقت عشان اتعلم احلل وافهم الارقام والنسب واعرف شكل الجراف هنا، اجيب المعلومات العامه ازاي والخصائص الاساسيه. فلو حد عنده مشكله في تاسك 1 لازم يمشيها بالترتيب، يتعلم يقرا الشارت الاول، يقف كده ويدي وقت تدريب اني اقرا الشارت، افهم الشارت طالب مني ايه، بعد كده ابدا مرحله الكتابه. فلازم نمشي كده ستيب باي ستيب علشان الرايتنج تطلع في الاخر سهله. وبكده اكون خلصت الفيديو وقلت لكم فيه كل المعلومات المتعلقة بتاسك 1 واتدربنا على تاسك قصيرة. زي ما قلت لكم هعمل فيديوهات بعد كده على كل رسم بياني بيتحلل ازاي وبنكتب عليه ازاي، بس حبيت اوريكم تاسك 1 ومعلومات عنها والكومن ميستيكس اللي بنعملها والمفروض نتفاداها. اتمنى ان كان شرحي سهل ولقيتوا الفيديو واضح وفيه كل المعلومات اللي حبيتوا تعرفوها عن تاسك 1،
واللي فيكم بيتدرب دلوقتي على ما يدخل الامتحان. اعتقد الفيديو هيبقى مفيد عشان لو في اي اخطاء بتعملوها تحاولوا تتفادوها ان شاء الله وانتوا بتتدربوا. وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اي حد مهتم او حد داخل الامتحان، وبرضو تشتركوا في قناة التليجرام علشان الماتيريال اللي برفعها عليها. وشكرا ليكم.